إذن مشاهدينا الكرام، للمزيد بشأن بيان هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحملات المغرضة لتشويه فضيلة الشيخ العلامة دكتور عبد الملك السعدي، معنا هاتفيا مقرر القسم السياسي في الهيئة دكتور ثامر العلواني. السلام عليكم دكتور ثامر. في بيان للأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق، استنكرتم بشدة ما وصفتموه بالمحاولات الظالمة التي تشنها تنظيمات وجماعات مشبوهة ومنحرفة بقصد الإساءة لفضيلة العلامة السعدي بعد مبادرته الأخيرة. لماذا برأيكم تلك الجهات يعني تحاول النيل من سمعة الشيخ العلامة عبد الملك السعدي؟ حياكم الله أخي الكريم. وحياكم. بداية، الهيئة اليوم استنكرت وبشدة التطاولات والتجاوزات التي طالت شيخنا العلامة عبد الملك السعدي. وقد أكدت الهيئة أن الشيخ صاحب المنهج الرباني والرمز العراقي الفريد في ثباته وصبره، فهو صاحب الثبات على الحق، فهو من يجود بما وهبه الله تعالى له من العلم والخير للناس، وتراه أول من يبادر بنشر الوعي بين الناس وتحذيرهم من الوقوع في الزلل والخطأ. الشيخ السعدي بجهوده العلمية ومسيرته التعليمية وحياته الدعوية ومواقفه الوطنية وتكريس حياته للعلم والفتوى وخدمة الإسلام هي كفيلة أن تجعله في مصاف كبار علماء العالم الإسلامي، كما أشار إلى ذلك بيان الهيئة. وقد شهد بذلك عمليا ونظريا كبار علماء العالم الإسلامي، بل هو كبير علماء العراق وعلامته. نسأل الله تعالى أن يطيل ويبارك بعمره وينفعنا بعلمه. تكاد لا تجد عالما أو طالب علم إلا وقد تتلمذ بين يدي الشيخ عبد الملك السعدي أو على أحد طلابه. الشيخ عبد الملك السعدي صاحب العلم والخلق والتقوى، كما عرفناه منذ أن فتحت عيوننا ونحن في المدارس الدينية. كان هو علم أشم، جبل راسخ في العلوم الشرعية العقلية والنقلية. أما من يستهدفه فهم من أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة، فهو إما من الجهل يريد أن يناطح الجبال برأسه الفارغ، فنقول له: يا ناطحا جبلا يوما ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. أو أنه ممن يتطاول من أصحاب اللئام الذين يتطاولون على الكرام، ومثله كما قال القائل: كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. نعم، هم لئام متطفلون، لن يقللوا من مكانة شيخنا، وتقدير شيخنا بين طلاب العلم والعلماء فضلا عن عموم الناس الذين عرفوا الشيخ بابتسامته وتواضعه وحسن خلقه ومواقفه الطيبة. لذلك أنا أقول للمتطفلين الذين رأوا هذه الحملة التي ردت عليهم وبقوة من المجتمع العراقي، هذا جزء بسيط من محبة الناس للشيخ الجليل عبد الملك السعدي. وأتمنى أن تكون هذه المواقف صفعة في كل من تسول نفسه أن يمس الشيخ السعدي بسوء. الشيخ السعدي مواقفه واضحة، ولكنها السهام التي تأتيه إما تجدها من بسبب موقفه من الاحتلال وثباته على موقفه الرافض لما يجري من انتهاكات بحق العراقيين، سواء من التشريد للمهجرين وحياتهم إلى الآن في الخيام، أو بسبب موقفه الرافض الجازم ممن يحاول خداع الناس بجواز أكل الربا، أو بسبب مواقفه المحذرة من أصحاب الضلالات الذين بدأوا ينتشرون بين الناس بدعم من السلطات الحكومية ليضلوا الناس بالبدع والخرافات. بخصوص أو هناك من يستهدفه بسبب الجهل. نعم. هناك بعض الجهلة يستهدفونه، يريدون أن يتصدروا المشهد. نعم. فيبدأون بالتطاول على العلماء، وهؤلاء كلهم أصحاب أمراض خبيثة لا يمكنهم النيل من مكانة الشيخ السعدي. ولذلك أقول أن مواقف الشيخ الثابتة تجعل كل من في قلبه مرض يغتاظ منه ويحاول أن يصيبه بسهام الغدر والحقد. بشأن هذه الفئات الضالة دكتور ثامر، ما مدى الخطر الذي تمثله تلك الجهات المشبوهة التي تدعي التصوف حسب ما جاء في بيان الهيئة، وتنفذ أجندة سياسية وخارجية؟ ولماذا برأيكم تحاول تلك الجهات إثارة الفتنة في العراق؟
حقيقة نحن بعد الاحتلال رأينا هناك كثير ممن يحاول أن يزيغ ويذهب بالمجتمع العراقي من مواقفه سواء أو من مواقفه الوطنية، وأيضا يريد أن يحيده عن طريق الحق إلى طريق الضلال. هناك جهات مشبوهة وهي معلومة للجميع، مدعومة من الخارج العراق، مدعومة من أعداء العراق، تحاول أولا أن تنشر الخرافات والبدع والضلالات داخل المجتمع العراقي، وتريد أن خصوصا في المناطق المعروفة سواء في الأنبار، في الموصل، في صلاح الدين، هذه المناطق التي عرفت بنهجها واستقامتها والتزامها طريق الاعتدال، الآن تريد هناك بعض الجهات أن تجرها هذا المجتمع إلى أن يؤمن بالخرافات والبدع والضلالات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهو هذه نفس هذه الجهات هي لديها أذرع أيضا سياسية مدعومة من السلطات الحكومية، تحاول أيضا أن تنتشر داخل المجتمع العراقي وأن تزرع داخله الفتن بين المجتمع العراقي الذي لم يعتد على هذه التوجهات المنحرفة الضالة. يعني الهجوم على العلامة السعدي جاء بعد نداء ومبادرة من الشيخ العلامة عبد الملك السعدي لأبناء محافظات الأنبار وغيرها من المحافظات في الوسط والشمال بالتمسك بالمنهج الأصيل العريق الذي كان قبل الاحتلال الأمريكي. ما الذي تمثله هذه المبادرة من العلامة السعدي؟ هذه هي تنبيه على خطر داهم يستهدف هذه المناطق ويستهدف عقائد الناس ويستهدف عبادات الناس. فالشيخ العلامة السعدي عندما توجس هذا الخطر الشديد أعلن ذلك بشكل مباشر وعلني ورسمي أن هذا الخطر يجب أن يقف أمامه الطلاب العلمي والعلماء والمجتمع العراقي، لأن هذا أولا أفكار دخيلة وخرافات دخيلة على المجتمع العراقي. فهذا التحذير هو من الشيخ العلامة واضح بأن العراق وهذه المناطق تستهدف في عقيدتها، في دينها، في أخلاقها، في وطنيتها. فكان هذا التنبيه المباشر من الشيخ العلامة وهو كان مصيبا في ذلك، ولذلك جاءت الهجمة الشرسة من هذا وغيره ليحاولوا أن يشوهوا صورة الشيخ العلامة بأمور لا فائدة منها. نعم، إذن مقرر القسم السياسي في الهيئة دكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.